بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، هنيئا لكم هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، لا لشيء إلا لمدارسة أمر الدين والتفقه في شرع رب العالمين. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم في صحيحه. وروى مسلم في صحيحه من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المسجد جلوس نتذاكر، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نتذاكر الإسلام وما من الله تبارك وتعالى علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك، استحلفهم بالله. قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أي لم أطلب منكم الحلف لأني أتهمكم بالكذب أو نحو ذلك، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. الحديث معاشر الكرام في هذه الليلة الطيبة والأمسية المباركة إن شاء الله عن وسائل الثبات على الدين، وهو موضوع جليل القدر عظيم الأهمية، تمس حاجة كل مسلم ومسلمة إلى التذكير به، ولا أقول تمس حاجة الشباب والشابات إليه فقط، بل حتى كبار السن، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لا سيما وأننا نعيش في زمن تكاثرت فيه الفتن وتنوعت فيه الصوارف والصواد عن دين الله تبارك وتعالى، وعظم تسلط الشيطان على الناس بالإغواء والصد عن سبيل الله جل وعلا وذكره وعن صراطه المستقيم. فاحتاج المقام إلى تذكير تلو التذكير بوسائل الثبات على الدين، ليسلم للمرء دينه وليخرج من هذه الحياة محافظاً على دينه، ليلقى ربه سبحانه وتعالى يوم يلقاه وهو راض عنه. ومما يعين على الإدراك لأهمية هذا الأمر وخطورته البالغة أن نستحضر ذلك المثل العظيم الذي ضربه رب العالمين سبحانه وتعالى لبيان هذا الأمر. ففي المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ضرب مثلاً صراطا مستقيما وعلى جنبتي
الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. ثم بين ذلك قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فهي محارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، فهو كتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه، فهذا واعظ الله في قلب كل مسلم. فهنا تنبه أيها السائر على صراط الله المستقيم أنك في هذا السير تأتي على جنبتيك من يمينك ويسارك أبواب كثيرة جدا تخرج الإنسان عن هذا الصراط وتقصيه عن هذه الجادة، وهذه الأبواب ليس عليها إلا ستور مرخاة. ومن المعلوم أن الباب الذي ليس عليه إلا ستارة لا يكلف جهدا عند إرادة الدخول، بخلاف الباب الذي عليه مفتاح وكيلون وأشياء من هذا القبيل فإنه يحتاج إلى معالجة من أجل أن يفتح ومن أجل أن يدخل. لكن الباب الذي ليس عليه إلا ستارة من السهل أن يدخل الإنسان منه بسرعة. فهذه الأبواب الكثيرة على جنبتي الصراط كلها تؤدي إلى الحرام وتخرج العبد عن صراط الله المستقيم، ولا يزال هذا السائر على صراط الله المستقيم يلقى على جنبتيه هذه الأبواب، فينبغي عليه أن يكون في أشد الحذر وأعظم الحيطة حتى لا يخرج من صراط الله المستقيم من باب من هذه الأبواب أو من أكثر من باب من هذه الأبواب. وأول ما يبدأ الدخول بنظرة، ثم من بعد النظرة خطوة، ثم من بعد الخطوة إقدام، ثم من بعد الإقدام تورط والعياذ بالله في الإثم والحرام. Perhatikanlah wahai orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim, akan datang kepada kita kiri dan kanan kita, atau akan ada di kiri kanan kita banyak pintu, yang mana dari pintu-pintunya akan mengeluarkan kita dari siratullah azza wa jalla, jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di pintu-pintu ini hanya tertutupi oleh tirai dan kelambu saja. Ini menggambarkan kepada kita apa? Kita akan membukanya tanpa membutuhkan susah payah dan tenaga. Berbeda dengan pintu yang ada daunnya, yang memiliki gembok, yang memiliki kunci, maka ini akan membutuhkan usaha lebih besar untuk bisa masuk ke dalamnya. Kelambu kalau sebatas tirai sangat mudah untuk dibuka dan sangat mudah untuk kita memasukinya. Pintu-pintu ini akan membawa kepada apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan mengeluarkan seorang dari siratul mustaqim, jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Maka kita perlu waspada dan hati-hati, ekstra hati-hati, jangan sampai kita keluar dari siratullah azza wa jalla, jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, dari pintu, dari sebagian pintu tersebut atau dari seluruh pintu tersebut. Dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh syaitan dan iblis adalah, pertama, berangkat dari pandangan, penglihatan. Kalau sudah melihat, akan melangkah. Kalau sudah melangkah, akan maju. Kalau sudah maju, kita akan terjerumus dan terjerembab ke dalam maksiat dan larangan dan dosa dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wal ulama rahimahumullah ta'ala
ضربوا مثلا لبيان أن دخول المرء في الإثم والمعصية يبدأ تدرجا، خطوة من بعدها خطوة، إلى أن يتوغل المرء في الإثم والحرام. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والمثل الذي ضربه العلماء، قد ذكره الإمام أحمد وغيره، كحال رجل عليه ثياب نظيفة وملابس جديدة، ومر بمكان فيه وحل، فيه طين، ويريد أن يمر من ذلك الطريق، كيف يصنع؟ تجد أنه في أول الأمر في غاية الحذر حتى لا يصل إلى ملابسه ولا شيئا يسيرا من هذا الوحل. تجده يبحث عن الصخرة المرتفعة والمكان العالي بحيث تسلم له ملابسه، ولا يزال على هذا الحذر. ربما لامست قدم شيئا من الطين وهو لا يزال على حذر، ثم أيضا لامست مرة أخرى، ثم بدأ الطين يلامس ثيابه. بعد ذلك ماذا يصنع؟ تجده يخوض في الوحل وفي الطين دون مبالاة. وهذا مثل مطابق لحال المذنب، تجده في أول الأمر يدخل على خطوات يسيرة وهو خائف وحذر، يقدم ويحجم، ثم يخطو خطوة أخرى، وهكذا إلى أن يتعمق في الحرام ويتوغل في الباطل، ولا يصبح عنده إحساس، ويذهب عنه هذا الواعظ الذي قاله، الذي ذكر جاء ذكره في هذا الحديث، واعظ الله في قلب كل مسلم. لأنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس وضعف. ولهذا ينبغي أن ندرك خطورة هذا الأمر، وأن نعتني عناية دقيقة بمعرفة الوسائل المعينة على الثبات على الحق والهدى. حاضرين kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita rahimahumullah taala memberikan suatu perumpamaan yang menjelaskan bahwasanya masuknya seorang kepada dosa dan maksiat akan mulai selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, sehingga jatuh ke dalam dosa tersebut. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Perumpamaan tersebut disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu ibarat seseorang yang memiliki pakaian yang bersih, baju yang baru, lalu dia akan berjalan di jalan yang penuh dengan lumpur. Apa yang akan dilakukan ketika berjalan di jalan seperti itu? Pertama, dia akan mencari bebatuan dan tempat-tempat yang tinggi sehingga tidak akan mengenai pakaiannya, dan lumpur-lumpur tersebut tidak akan menciprati bajunya yang bagus dan baru tersebut. Sedikit pun dia akan berusaha jangan sampai kena, sehingga kali pertama dia waspada, dia bisa selamat. Kali kedua dia waspada, bisa selamat. Kali ketiga terkena sedikit. Kali keempat terkena lebih banyak. Kali berikutnya, 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 dia sudah tidak peduli, dia akan masuk langsung ke dalam lumpur tersebut. Maka apabila sudah masuk dalam kubangan lumpur tersebut, dia tidak akan peduli dia kotor atau dia apa, sudah kadung sekali-kali basah. Ini tepat dan sesuai dengan perumpamaan ya seorang yang jatuh dalam dosa. Pertama kali dia waspada dari dosa tersebut, dia hindari, bisa selamat.
yang kedua bisa selamat. Tapi berikutnya mulai kecipratan sedikit. Jatuh dalam haram, jatuh dalam kebatilan. Sehingga lama-kelamaan sekali-kali dia akan jatuh ke dalam dosa dan maksiat tersebut. Dan di saat itu dia sudah tidak memiliki perasaan diri bersalah. Dan tidak ada pula di dalam jiwanya peringatan untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diletakkan pada jiwa setiap muslim. Ini ketika banyak dosa, ketika banyak maksiat, maka akan sedikit sensitif terhadap perbuatan maksiat dan terhadap perbuatan dosa. Tentu hal ini mewajibkan kita untuk memberikan perhatian perkara ini, untuk memberikan perhatian terhadap sarana-sarana yang akan meneguhkan kita di atas kebenaran, dan sarana-sarana yang akan meneguhkan kita dan menegarkan kita di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amrun la budda min al-isharati ilayhi fi muqaddimati al-hadith an wasail al-thabat ala din Allah tabaraka wa ta'ala anna hadha al-zaman الذي نعيشه زمان تكاثرت فيه الفتن وتعددت فيه الوسائل وسائل الشر والفساد التي انفتحت على الناس ولا سيما من خلال الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصال وشبكة الانترنت وما إلى ذلك من القنوات ونحو ذلك فإن هذه الوسائل جرت على المجتمعات المسلمة شرورا عظيما وبلاء مستطيرا وأدخلت عليهم من الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة والأخلاق المنحطة والتعاملات القبيحة إلى غير ذلك من الأمور والشرور العظيمة التي منيت بها كثير من المجتمعات المسلمة بسبب تلك الوسائل وما من شك أن كثرة هذه الوسائل التي تجر إلى الشر وتدعو إلى الفساد تستوجب مزيد حيطة وحذر من أجل صيانة الإيمان وحفظ العقيدة وسلامة الأخلاق. أيضا مما ينبغي أن نستشعر في هذا المقام لندرك خطورة هذا الأمر وأهمية الحيطة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الإخبار عن القلوب بأنها سريعة التقلب والقلب إنما سمي قلبا لتقلبه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن قال للقلب في شدة تقلبه أشد من القدر إذا اجتمعت غليا أو اشتدت غليا وإذا رأيت القدر على النار وهو يتقلب فيه الماء من شدة غليه هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لسرعة وشدة تقلب القلوب بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل القلب مثل الريشة تتكفأها الرياح في الصحراء وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو إن القلوب لتتقلب قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه أو يقلبها كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى ترجع إلى قلبين، قلب أبيض مثل الصفات لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، أي كالكأس المائل الذي لا يستقر فيه الماء، كالكوز مجخيا فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسربه إلا ما أسرب قلبه من الهوى. أيها الكرام، أعظم الوسائل للثبات على الحق والهدى كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن قلوب العباد بيده وهم طوع تدبيره وتسخيره، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى. ومن صدق مع الله في التجائه ودعائه ثبته الله وحفظ له دينه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت القلوب ويهدي العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد تكاثرت الدعوات عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ومن ذلكم الدعوة المتقدمة التي كانت من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعائه كما ثبت في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأرشد عليه الصلاة والسلام المسلم إذا خرج من بيته أن يقول في كل مرة يخرج فيها من بيته: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ومن الدعوات الواردة في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والدعوات في هذا المعنى المأثورة كثيرة. ومن أعظم الوسائل المعينة على الثبات على الحق والهدى العناية بالقرآن الكريم، كتاب الهداية والصلاح والاستقامة والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وليحذر المسلم في هذا المقام أن تكون حاله مع القرآن كالذين قال الله فيهم وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بل على العبد المسلم أن يعتني بهذا الكتاب وأن يتلمس الهداية بقراءة القرآن وتدبر القرآن والاهتداء بهدايات القرآن. والله سبحانه إنما أنزل القرآن لتتدبر آياته: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأخبر جل وعلا أن هذا التدبر للقرآن
من أسباب النجاة من النكوص على الأعقاب. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول. ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان وقوله أفلم يدبروا القول، أي أنهم لو تدبروا القول لا كان ذلك موجبا لسلامتهم من النكوص على الأعقاب. ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ومن الأدلة على أن القرآن من أعظم أسباب الثبات على الحق والهدى قول الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالآية فيها أن القرآن من أعظم موجبات تثبيت القلوب لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن التدبر لهذا القرآن والتأمل لمعانيه والاهتداء بهداياته العظيمة. ومن الأمور العظيمة المعينة على الثبات قراءة سير النبيين وقصص المرسلين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تفصيلا ولكن لقد كان في قصصهم عبرة عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فقصص الأنبياء شأنها عجيب جدا في المعونة على الثبات على الحق والهدى. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ففيها التثبيت لا سيما وأن المرء سريع التأثر بالآخرين وهو بحاجة إلى قدوات يتأثر بهم. فإذا لم ينشط المرء للقراءة في سير الرسل وأخبارهم حتى يهتدي بهداهم ويقتدي بهديهم، إن لم يفعل ذلك فإنه سيتأثر بالهمل من الناس والتافهين من الخلق. والله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولهذا حاجة الناس ماسة جدا لأن يقرأوا في أخبار الرسل وسير النبيين عليهم صلوات الله وسلامه حتى يجعلهم المرء قدوة له، وهم صفة خلق الله والذين فضلهم تبارك وتعالى على العالمين. وكلا فضلنا على العالمين، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهؤلاء الصفوة من خلق الله تبارك وتعالى ينبغي على العبد الحريص على الثبات أن يقرأ سيرهم وأن يقف على أخبارهم من أجل أن يهتدي بهداهم ويسير على منهاجهم القويم. ومن الوسائل العظيمة المعينة على
الثبات محاسبة النفس وتذكيرها بالبعث والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذا التذكر والمحاسبة للنفس أكبر عون للثبات على الحق والهدى. وإذا كان العبد يستحضر في مقام الطاعة وكذلك في مقام المعصية وقوفه بين يدي الله، كان ذلك أكبر معونة له لتحسين العبادة والطاعة والبعد عن الإثم والمعصية. ولهذا من يؤتى كتابه باليمين يوم القيامة إذا أقبل على أهله مسرورا وكتابه بيمينه ماذا يقول؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيه. هذا هو الذي كانت به نجاته، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي في الدنيا كنت دائما أذكر نفسي وأقوي عقيدتي وإيماني بالحساب والبعث، وأنني سأقف أمام الله وأنني سألقى الله عز وجل. فكان هذا التذكر أعظم معونة لهؤلاء على الثبات على الحق والهدى. ومثل هذه الآية قول الله عز وجل: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم. ومن الوسائل العظيمة المعينة على الثبات أن نتخذ الشيطان عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهذا العدو خطورته عظيمة، كما قال بعض السلف: عدو يراك ولا تراه، شديد المؤنة، وهو يأتي إلى الإنسان من كل طريق ومن جميع جهاته، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا العدو ينبغي أن نحرص على اتخاذه عدوا كما أمرنا الله: فاتخذوه عدوا، وألا نكون طوع هذا الشيطان يسيرنا أينما أراد. لأن من الناس أصبح طوع الشيطان مثل اللعبة التي يحركها بعض الأطفال بآلة في أيديهم وما يسمى بالريموت، يحركها بيده. فأصبح بعض الشيطان أبداً يحركه الشيطان بعض الناس أصبح يحركه الشيطان مثل ما يحرك الطفل اللعبة في تلك الآلة، يذهب حيث أراد الشيطان أن يذهب والعياذ بالله. فيجب على العبد أن يتخذ هذا الشيطان عدواً وأن يحذر من خطوات الشيطان وأن يكثر من التعوذ بالله من الشيطان، وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قل: أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومن كان ذاكرا لله مستعينا به من الشيطان الرجيم فإن الشيطان لا طريق عليه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أما الذاكر لله عز وجل المستعين بالله الملتجئ إلى الله ليس للشيطان عليه طريق. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ومن الوسائل العظيمة المعينة على الثبات تخير
الأصحاب وانتقاء الرفقاء. فإن الصاحب كما قيل قديما ساحب، بل وأبلغ من ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وضرب لذلك مثلا عليه الصلاة والسلام في التحذير من صاحب السوء والحث على العناية بصاحب الخير بقوله صلوات الله وسلامه عليه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. وإذا ظفر المسلم بالرفقة الطيبة فليحرص على ملازمته، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وليحذر أشد الحذر من قرناء السوء، فإنه إن استمر مصاحبا لهم سيندم ندامة لا تنفعه يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ومن الوسائل العظيمة المعينة على الثبات على الحق والهدى مجاهدة النفس على العناية بالوظائف الدينية والواجبات الشرعية وفرائض الإسلام. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبخاصة الصلاة، فإن الصلاة معونة ومزدجر، معونة على غيرها من الطاعات ومزدجر عن المعاصي والآثام. أما كونها معونة فإن الله سبحانه وتعالى يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. وأما كونها مزدجر فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وليست كل صلاة كذلك، وإنما الصلاة الخاشعة المطمئنة التي يقبل بها المرء على الله سبحانه وتعالى خاضعا خاشعا مناجيا، فإن لها الأثر العظيم البالغ في ثباته على دين الله سبحانه وتعالى وسلامته من الفتن. ومن الأمور المعينة على الثبات على الحق والهدى العناية بالعلم الشرعي والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم نور لصاحبه يضيء له طريقه، فيستطيع بالعلم أن يميز بين الحق والهدى، بين الحق والضلال، وبين السنة والبدعة، وبين الطاعة والمعصية. ولا يستطيع أن يميز بين هذه الأمور إلا بالعلم النافع. ومن لم يكن على علم وعلى بصيرة بدين الله تبارك وتعالى تخطفته الشبهات والشهوات وهلك في أودية الضلال. فالمرء بحاجة ماسة إلى العلم الشرعي والعناية به، وأن يكون له في كل يوم من أيامه حظ ولو قليل من العلم الشرعي. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في كل يوم إذا أصبح بعد أن يسلم من صلاة الصبح يقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
ويبدأ بالعلم النافع. وهذا يفيدنا أن العلم الشرعي ينبغي أن يكون في أولى أولويات المسلم وأهدافه في كل يوم من أيامه. ولعل فيما ذكر كفاية، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. كم عدد الوسائل التي مرت معنا؟ كم وسيلة أو كم سبب مر معنا؟ 8 أسباب أو أكثر؟ من عنده أكثر؟ المذكور في الدرس 8 أو أكثر؟ 8. طيب، مثل العام نبي نسمع ملخصها من الشيخ، شيخنا نبي نسمع ملخص الأسباب من الشيخ. أعطيه المكبر وهو جالس في مكانه. لحظة اللهم تسلم منها نعم الوسائل. أولها الوسائل أولها الدعاء، الثاني نعم لو باللغة الأندونيسية، اذكرها لو بالأندونيسية، باللغة الأندونيسية ما في بحث أندونيسية، ما في ليس بالعربي، لو سأ pakai bahasa Arab pakai bahasa Indonesia berterang. الأسباب ما هي؟ سبب تادي. الأول الدعاء. سبب لا الأول أول الأسباب الدعاء. الثاني. بحث أندونيسية. Agar kita mengerti bahwa kita berada bersama muslim. Tiga, banyak doa dan kita memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Taala dan memuliakan Tuhan. Dan kemudian kita sering membaca.
ashab sahabat. Kemudian mujahadah nafs dan yang terakhir tafaqquh fid din. آخر واحد آخر واحد التفقه. لا الأول اثنين هذا. أيوة زين. الثاني الثالث الثاني الثالث. هو هو ذكر أول شيء. دعاء صحيح. الدعاء. الثاني الثالث. هاي من يعرف ال من يعرف الخمس الأسباب هذه. لما لما سجى. الأسباب من يعرفها. نبي واحد يحسنها. هذه هدية للشيخ. أعطيها الشيخ. يا مانتاب يا جانا تلا مانتاب. دوا أنت بالهند. ها؟ وين؟ تفضل. تعال ماجو ماجو. بقاعنيا. مكنيا ماجو 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 ماجو. كاسي جالان. yang jelas suaranya. yang jelas pertama bahasa Indonesia sudah sesuai dengan catatan. Yang pertama adalah membaca surah. Nah, satu. Yang kedua, memberikan pengertian membaca surah Quran. Nah, terus. Yang ketiga, membaca kisah. Nah. Nah. Yang keempat, sukses. Nah. Terus. Yang kelima, mohon perlindungan selalu kepada Allah dari setan. Nah, terus. Yang kelima, memiliki amal yang baik. Terus. Yang ketujuh. Nah. Bagus. Bagus. Masya Allah. Hadiah, hadiah lah Syekh. Barakallahu fiik.